الرحمن الرحيم. اسعد الله صباحكم بكل خير. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يا مرحبا حياكم الله في يوم الخميس الونيس. الله يجزاكم خير يا هالقصيم، وافين وعلومكم طيبه وكل ديرته في حقها من رجاله. كل يوم في جديد والحمد لله. صباحكم الله بالرضا والسرور يا مشاهدين ويا جميع الحضور. لا ادري عن ظروف ابوي، صح ولا لا؟ ولدي وين؟ هل عنده فلوس وما عنده؟ هل يقدر يجيب لي سيك ولا ما يقدر؟ لكن انا في حساباتي انه يقدر. عن بيته الاول وبركه بيته الاول. يا سلام، في بركه. وشلون ساكنين وشلون راقدين وشلون ناكل وشلون نشرب؟ فيه بركه وفي اكل وفي ناس تجي وناس تروح. الفجر عندنا ناس، والضحى عندنا ناس، والعصر عندنا ناس، وفي الليل عندنا ناس. حاج والحين بيوت وسيعت ليش كبرها ما تلاقي. لا طقيت المجلس دقيت الغبار تلقى غباره يطلع. ترى الماضي طلع عمرك له حنين وله محبه وله شيء طلع عمرك يعني بجماله. شوف بقدر ما هو معاناه صعب هو له جمال لا يعلمه الا الله، واحنا نحسه الان في القلوب. يقول لهم الشيبان الاولي لا خلصوا وقالوا قيدوا النعمه، قيدوا النعمه سامري. وينكم يا هلا البر زان الربيع والليالي توانس مظهرها. منيف انتبه لرصيدك. لا لا ابشرك بالامور كلها. الحيل معك بعد هي يا لبراهيم. كل خير والله. يلا عسى مرجان يشتال سالم. يلا عسى مرجان يشتال سالم. يلا عسى العياه يشتال عثمان. رزقك على قدر النوايا مقدر، واللي حصل لك مرتبط بالنوايا. وترى القدر احد رفع عنه تودر، ان القدر يشبه سهوم المنايا. من جور وقتك يا بعدي لا تتكدر، خليك صبور يا جزيل العطايا. شوف اقبى الصبر تو تصدر، وانا لي سنين ومعي عصايا. سلامتك. زرت الكويت عشان الاسر الحاضنه في الكويت، حاضنين الايتام، سووا لي دعوه ما شاء الله. جمعيه تطوعيه. يعني راح تكرر هذه الزياره باذن الله. باذن الله. والله يا خالد انا ترى اول ما شفتها استرجعت كذا. يا الله تاخذني معك يا محمد. ابد والله بالعكس. حياك الله. غدا القمر يا العظامر، غدا القمر غرد القمر غرد القمر وفوق جوكم يا بعد حي يا خفيف الروح. يا بعد حي يا بعد حي يا هلا القارية يا هلا القارية يا هلا القارية. وين انتم يا هلا القارية؟ يحلفون بالله ان السناب وتويتر والانستغرام تغيرت شكلها، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، لقيت ان السناب متلاقطون مع الانستغرام طال عمرك. وليش؟ ما ادري. تلاقطوا يا ولد ولا احد تدري انك من قوه تزعل بينهم. تحافظ لك سنابه تنزلها في انستغرام يعي. لا ما ينزلها مره. الواتساب طال عمرك ما هم مرضيها اللي حاصل، لكنه ما هو بداخل فيها. يقول هذه مشكله ناس، يقول هذا سفيه انه طالع على سفيه. ليا صبا والفنجال الاول ولا له ذوق ابي ثالث الفنجال من صافي يد الله. زد رصيدك جاي عيد الذكريات مرحبا، واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد وفخر وامنيات. لابتدينا ما انتهينا ما انتهينا، لابتدينا ما انتهينا ما انتهينا. زيد 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 رصيدك. هذا من اللي حطه هنا ذا؟ من اللي جابه هنا؟ سالم شفت واحد مر من هنا شيء؟ تكفون عيال تكفون، شفت واحد مر من هنا يا عيال؟ عيال شفت واحد مر من هنا يا عيال؟ تكفون
خالد بسألك سؤال تكفى، ايش رايك فيه؟ ما شاء الله تبارك الله، شوف يا زينة ويا جمالة. كلكم لو أسألكم بتقولون يا زينة ويا حليلة، بس هذا الولد البريء اللي تقولون عنه يا زينة يكبر تحملونه الذنب والعار. دام هذا الطفل عند الرب معلوم الهوية، يا محمد وانت رجلا مؤمن بفعل القدر، واللي يكفل له يتيما ينزل جوار النبية. بندر بوصيك تكفى، ترى الرسول قال خير بيوت المسلمين بيت يحسن فيه إلى يتيم.